أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في المسبحة؟ فإن أبي لا يستطيع التسبيح إلا بها. يا أخي، المسبحة إن كان قصدك العد بها فلا بأس، ولكن عدك بأصابعك أحسن. أما إن كان قصدك التبرك بها وترى أنه من الدين وأنه شعار، هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد هذا، مثل ما عند الصوفية يتخذون المسابح شعاراً دينياً ويعلقونها على رقابها وتكون ضخمة. هذا أول شيء من الرياء والسمعة، وثانياً أنه ما له أصل في الدين، أنه يلازم هذا الشيء ويجعل شعار للصلاح، هذا ما له أصل. أما من يتخذها من باب العادة ويعد بها الحصى التسبيح، التسبيح لك أن تعده بالحصى، ولك أن تعده بأصابعك، ولك أن تعده بخرزات المسبحة، لا بأس بذلك، ولكن الأصابع أفضل. أما اعتقاد أن فيها فضيلة أو أنها شعار فهذا بدعة. نعم.